قاعدين قاعدين بون وضعية عامة لفلي الثقافة بصفة عامة لي زانترميتون سبيكتاكل لي زارتيست لي تكنيسيان هذوما الكل هما بطالة خاطر الحكاية ما فيهاش كان المغنيين ولا العازفين ولا الموسيقيين كل شيء معناها تشمل القطاع الكل فهمت المسرح كل شيء واقف معناها انا ديجا كانت عندي مسرحيه باش نبرف عليها قبل الكونفينمون وقفت خاطر جا الكونفينمون جات الكورونا كي توا ما نعرفوش وقتاش نجمو نرجعو نبرفو الموسيقى كيف كيف ما عادش فما لي زيسباس بريفي معناها وين نغني والا لي زيسباس كولتوريل الكل مسكرين دونك لي تكنيسيان اللي يخدموا معانا لي زانجيسون ولا تاع الضو معناها القطاع كبير ماهوش صغير وكل واقف احنا نعيشوا بالفن نعيشوا حقيقه من داخل بالفن يعني كي نقابلوا الناس ونغنيوا لهم وكل شيء هذيك حاجه تخلينا نعيشوا اكثر زاده والكوتي ماتيريال بيان سور اللي هو حياتنا خاطر انا ومهدي نعيشوا من الموسيقى ما عندناش خدم اخرين انا نعيش من التمثيل ومن الموسيقى ويعيش معايا من الموسيقى دونك احنا دي فريلانس وفما برشا في تونس كيفنا اللي هما يعيشوا من الموسيقى وقاعدين توا ما عندهمش حتى افق محلول معناها ولا بوسيبيليتي معناها تاع خدمه عملت انفان رولانس اسمه رولانس كولتور بح الانيسياتيف باهية مي بان في الاخر هما ما عندهمش شوف وزارة الثقافة بكلها بصفة عامة كهيكل اللي ديباسي باغ لو طون كيما اي ادارة تونسية اللي ديباسي باغ لو طون اللي ديباسي باغ لي زيفينمون اللي ديباسي هيستوريكمون حتى معناها شو معناها انت تعمل فان تاع رولانس كولتور وانت ما عندكش باز دو دوني تاع ناس معناها التاريخ والثقافة. بيان سور. هما عاملين فان جاو يشوفوا باش يجتمعوا ويشوفوا يقربوا لشكون باش يعطيه وكذا يلقاو رواح ما يعطيه هذا على خاطره معرس وهذا على خاطره فهمت شنيا معناها مش على خاطر هذا بالحق يخدم في الثقافة يخدم في الكريتير المعين هذاك بالحق إلى لا وي نو في ريان كو سا معناها تلقاه أستاذ موزيكا وعنده كارتة ولا تلقاه حتى نجار عنده كارت برو. فهمت هو نجم يكون نجار اما عنده كارت بروفيسيونيل هذيك اللي هي تتعطى للنجار وتتعطى لواحد متخرج من المعهد العالي للموسيقى وزاد حتى لا سوم معناها سمحني 450 دينار في الاخر الناس تاخذها راه اما هي 450 دينار معناها تمشي بها المونو معناها جراند سيفاس باش تقضي ما تقضيلكش نهارين دونك بالنسبه ليا اللي تعمل في وزارة الثقافة في المرحلة هذه يشكر دون السنس اللي هو حتى كانوا حل صغير راهو يحل شوية مشاكل الانيسياتيف مش خايبة أما المشكل أبعد من هكا بالنسبة لي أنا المشكل الهيكلة كاملة متاع وزارة الثقافة متاع العروض كيفاش تتدعم متاع منظومة الدعم متاع أكثر إكزامبل متضرر من الموضوع هذا هو أنا ولبنى معناها، إي ما شنو مهرجانات، شنو مندوبيات، شنو سيركوي تاع خلاص، شنو، لا إهانة كبيرة، إهانة معناها تحس روحك أنت معناها مكانك زايد ولا كيفاه ماكش تخدم، أنا خدمتي شنيا؟ خدمتي اني انا معناها نغني للناس ولا نحسس الناس حاجات ولا نلحن نفكر هكا ولا هذه ماهيش خدمه في الدوله دي ما تعرفوش بها انا ومهدي اخترنا في نهار من النهارات ان نعيشوا من المهنه هذه خاطر كنا متوهمين اللي هي مهنه خاطر هي مهنه حقيقه لكن في السيستم تاع البلاد ماهيش مهنه ما احنا كي معناها فكرنا انه هذا هو اللي نحبوا نعملوه هذه المهنة اللي نحبوا نمتهنوها هي الفن الموسيقى الغناء التمثيل وكنا نتوهموا اللي هذا نجم يعيشنا بكرامة معناها مرتاحين ما غير ستريس ما غير برشا التفاصيل ما نحبش نحكيها للناس ولكن ما راعنا إلا إنه ما تنجمش تعيش
ما تنجمش تعيش، ما تنجمش تقاوم. كان مش تعيش راك باش تعيش برشا تعب وبرشا عصب وبرشا ستريس وبرشا خوف وبرشا انسيكوريتي وبرشا تساؤل في غدوه، وفما طفل معاك قاعد يكبر وقاعد يقرا. علاش هذايا انا نقولو؟ انا جاسوم مون شوا، تحمل مسؤوليته، انا اللي اخترته انا نتحمل مسؤوليته، ولكن الدوله لازمها تتحمل مسؤوليتها مقابل طريقة التعامل مع الفنان، انه هو يمشي يعمل عرض ويخلص فيه بعد عام بالكليد، ولا يخلص فيه بعد 3 اشهر. هو وكي هو وجهده، هو والموظف اللي في وزارة الثقافة هذاك كانوا هو في، يا ربي راه فما بيريود في وزارة الثقافة رانا مشينا، فما امرأة قعدت برشا معناها تتوحم، وبعد قعدت برشا باش تولد، وبعد قعدت برشا في الفيس، وبعد بالكش تخلي ولد. رأيي انا 10 من الناس مموتة بالشر، معناها وحنا عندنا ناس ورانا، فما ناس معناها احنا كيما نخلصوش فما ناس ورانا. دونك هنا نحكيو على خلصونا، خلصونا صارت خاطر سكا هو فلقتنا، والكونفينمون جا زاد التين بلا. معناها شوف انت ايش معناها فنان عنده فلوس في وزارة الثقافة نتاع خدمته نتاع عرقه نتاع تعبه نتاع جهده، وهو قاعد ما عندوش باش يخلص كراه. صحيح، معقول هذا؟ معقول في دولة تحترم روحها انا نلقى روحي انا والناس اللي تخدم معايا؟ خاطر انا مانيش وحدي، انا معايا ناس، معايا ناس في مسؤوليتي، ناس عطيتهم كلمة قلت لهم اخدموا معايا واعطوا فيا الثقة. موسيقيين، دي سينوغراف، دي بوات، مثلا عرض الولادة اللي انا عملت لافون بروميير نتاعو لو 11 ماي عم ناول. احنا لو كومبيان اليوم؟ بريسك اون لو 11، احنا بريسك لو 11 تنزلوا 3 ايام 4 ايام، احنا بريسك غلقنا عام. شنو نعملوا لانيفرسير قريب واحنا مازلنا ما خلصناش؟ معناها الفنان راهو طاقة نتاع حب وطاقة نتاع عطاء، فهمت؟ دونك الفنان يستحق انه هو يكون عنده ستاتو، انه هو يكون عنده سين اساس، انه هو يكون عنده حاجة تسند له ظهره، ما يلقاش روحه نهار اللي يمرض ونهار اللي يتيح يقرقوا بوزير الثقافة باش يهزوا للوبيتال ميليتي. وانا بالنسبة لي اهم حاجة في اللي حكيته الكل انه يخلصوا الناس، خلصوا الناس، الناس مش تطلب راي عليهم، حقهم الناس يخلصوا. كل ليزارتيست الفنانين الكل امان سيلفو بلي من اللحظه هذه اسيو باش نبداو سوليدير كلنا مع بعضنا، على خاطر مالينا الا بعضنا في الاخر. هما ماهمش في حدهم باش يبدلوا، راهو احنا اللي باش نبدلوا. احنا اللي باش نبدلوا. كومونسون انه اي واحد تطلب وزاره الثقافه باش يخدم معاها يفرض شروطه عليها، طريقه الخلاص، الوقت نتاع الخلاص، العقد يثبت في العقد نتاعو. ها احنا مش باش نقول لكم معاش تخدموا معاها، لا، اما احنا نقول لكم اخدموا معاها، اما راهي عندها اساليب باش تخلصكم على البلاصه. وزاره الثقافه جو دي بيان راهو لي سيركوي نتاع الخلاص نتاعها، راهو فما اساليب وقت اللي هي تحب تخلصك تخلصك على البلاصه. دونك اكزيجي انه يا خويا اي واحد باش يخدم عقده اموره معناها واضح ويخلص في زمن واضح. تيجي انت غنايه في راديون ولا في تلفزيون ولا في انترنت ولا في اي حكايه ولا في سبوت ولا اي استعمال نتاع حاجه نتاعي تخلصني عليها، تخلصني عليها حقوق التاليف نتاعي هذيك. الناس في البريود الاولى سورتو نتاع الكونفينمون كانت مغصوره ومرعوبه ومفجوعه وكل شيء، وكانت مستحقه لك لكن الحضن هذاك نتاع الصوت نتاع العزف نتاع، وهذاك احنا عملناه دون سونس ان اون بارتاج لا ميم سيتوياسيون، ويلزمنا نصبروا باش تتعدى هالازمه. معناها خاطر برشا 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 ناس ما اقتنعتش من الاول بحكايه الكونفينمون وما استوعبتهاش وما نجمتش تقبلها. بزاد صاروا حاجات دون لو سونس نو، فما ناس عملت كيما لي فيستيفال يعني سيغ انترنت باش تقول اللي راهي الحياه ما وقفتش، راهو ديما فما مشاكل فما حلول. زاده الكورونا حصلتنا في الديار، اما ما قطعتش التواصل اللي بيناتنا، روزمون كان فما انترنت معناه باش نجمنا نتواصلوا. يمكن كان ما فماش انترنت راهي الناس رجعت تبعث في الجوابات ولا في لي كارت بوستال ولا راهي لقات حلول زاده باش تتواصل. دونك سيتي سا معناها انه ني دون لو ميم با
انه راهو مع بعضنا راهو احنا نحبوا نعطي وما كانش سامبل هذيك برشا ديما معناها خاطر انا ومهدي عملنا دو لايف عملت مره انا هكا غنيه لايف مي سيتي با ايفيدون خاطر ساعات انت بيدك تبدا منكمش وكل شيء وما تحبش تعدي هذيك للناس فهمت ذا بيك تطلع لهم كان هكا محلي كيما اليوم انا يعني عملت روحي هبل مزيان زمزم عملت شعري صباراني لاباس مش فهمت خاطر هذيك مهم زاده انه الناس كي تشوفك تعدي لها شويه فرحه تعدي لها شويه هذيك دور الفنان وهذيك دورنا